أوقات كتير بنتحط في مواقف صعبة ومحرجة، وبنتمنى ساعتها إن الأرض تنشق وتبلعنا، وبنفكر إن دي ممكن تكون نهاية العالم. بس مش نهاية العالم لما باباك ياخد منك موبايلك عشان بتقعدي معاه أكتر منه. مش نهاية العالم لما تشوف ديب في الامتحان. مش نهاية العالم لما أختك الصغيرة تزلك عشان شافتك بتكلمي أخوكي في المسيح. مش نهاية العالم لما تقول الواحدة انت غلطت فيها أنا أسفة. مش نهاية العالم لما مامتك تفضحك قدام أصحابك بصورك القديمة. مش نهاية العالم لما تخسر حد عزيز عليك في حياتك. مش نهاية العالم لما خطيبتك تتعاكس وانت مش عارف تجيب حقها. مش نهاية العالم لما حد يظلمك. مش نهاية العالم لما تتصدمي في واحدة صاحبتك تعرفيها من زمان. مش نهاية العالم لما حد يتريق على طولك. مش نهاية العالم لما تقعد تصدعك بابنها اللي مفيش زيه. مش نهاية العالم اللي انا مش لابس زيهم انا صابت. لو عاوز تعرف ايه هي نهاية العالم فعلا تعالى مؤتمر يوم 25 مارس.